جزيرتان بنفس الاسم، واحدة أول من تحتفل بالعام الجديد والثانية آخر من يبدأ الاحتفالات. في جنوب المحيط الهادي أول من يبدأ العد التنازلي هي جزيرة ساموا كيريتيماتي، جزيرة يقطنها نحو 6000 شخص وهي أكبر جزيرة في دولة كيريباتي. وإذا حبوا يحتفلوا مرة ثانية بالسنة الجديدة يركبوا طائرة لمدة 20 دقيقة تنقلهم إلى جزيرة ساموا الأمريكية في المحيط الهادي، المكان الأخير في العالم اللي بيرحب بالعام الجديد، وعدد سكانها نحو 50,000، وبيحتفلوا تحديداً على الساعة 12 ظهراً بتوقيت غرينتش في يوم الأول من يناير. أما عربياً فسلطنة عمان تحتفل بالعام الجديد أولاً، تليها الإمارات ثم باقي الدول العربية وصولاً إلى موريتانيا. ولعلمكم، نظراً لفارق التوقيت الموجود في العالم، استقبال العام الجديد يستغرق 26 ساعة كاملة حتى تنتقل كافة الدول إلى سنة 2024، وسنة سعيدة على الجميع.